صباح الخير ورباح، مرحبا بكم مشاهدينا في اخر يوميه من يوميات صباحيه دوزام. غادي يكون المحور ديالها اساسا اليوم على الوقايه من الشمس والاضرار ديال الشمس، تذكير ووقايه، مع الدكتوره اللي مشرفنا فدوى ملياني، اخصائيه في طب الجلد والتجميل. بقوا معنا ومرحبا بكم معنا. عليكم بان هذه فتره الامتحانات، وللاسف ولات ظاهره متفشيه في المجتمعات ديالنا، هي ظاهره الغش. غادي نشوفوا شنو هي الاثار السلبيه ديالها على حياه الانسان مع لاله منى الصباحي فقره ليل احسن. صباح النور. صباح الانوار لاله سميره. وكما قلتي ولات ظاهره اللي استسهلناها اكثر من القياس، مع ان التبعات ديالها كارثيه على الصحه النفسيه وعلى العلاقات وعلى حياتك بصفه عامه. وقانونيا كذلك، لان تكلمنا عليها في فقره القانون مع الدكتور محمد جمال معتوق، وشفنا التبعات ديالها القانونية. وللاسف ولينا تنشهدوا اباء تيحرضوا وليداتهم على الغش للاسف. ترقبوا سعد الهاشمي فقره الطب الموازي. غادي تكملنا الفقره ديال الاسبوع المادي اللي خاصه بلو كيناج، الطريقه الطبيه والصحيه المحضه. انتظروا كذلك ليلى شوي فقره نجوم ونجوم، عرضنا اليوم على سيناصر ميغريب الجديد ديالو. وما تنساوش موعدكم مع فقره الوصفات التقليديه مع هدى جنان. اليوم مجدنينا كيفاش نصوبوا دجاج معمر ومبخر، الكل بعد فقرة الصحة والدكتورة فدوى ملياني. خليكم معنا دكتورة فدوى ملياني. شرفتينا وشكرا على تلبية الدعوة الصباحية دوزام. شرف لي يا سميرة. العفو، نورتينا. إذا اليوم غادي نهضروا على موضوع الساعة. حنا في الكواليس تكلمنا قلنا هذا هو موضوع الساعة. علاش؟ لأن الشمس تبقى ألذ عدو للإنسان والجلد ديال الإنسان. طبعا كاين واحد تناقض، فكنا تنقولوا أكثرية النساء المغربيات محتاجين الفيتامين دي، وفي نفس الوقت خاصنا نوقيو نفسنا من هذه الأضرار ديال الشمس. يا ريت تذكرينا بهذه الأضرار ديال الشمس وسبل الوقايه منها. مرحبا. دونك الشمس عندها مزايا، سورتو الفيتامين دي. الفيتامين دي تتنتج من الكوليسترول اللي تيكون في الجلد، تتحول الى فيتامين دي. نفضلوا 10 دقائق 15 دقيقه الا كانت عندنا البشره فاتحه. كانت البشره داكنه من الاحسن 30 دقيقه ديال التعرض ديال اشعه الشمس، وهذا الشيء كافي باش ناخذوا فيتامين دي ديالنا. بطبيعه الحال التغذيه تكون غنيه بالغرا، الدهون النافعه بطبيعه الحال، الاوميغا، الاسماك اللي تنقولوا مدما بحال الصومون بحال السردين اكزاكتومون. واللي مهم هو ان الذراع كامل الرجل كامله تكون بدون واقي الشمس ومده بسيطه. يعني هذه الا بغينا نستافدوا من الشمس. والا يعني لا تعدينا هذه الفتره هذه وتعدينا هذا التوقيت اللي عطيتينا دكتوره، غادي نتعرضوا يعني للسلبيات ديال الشمس. نعم. شنو هي السلبيات وشنو هي المخاطر ديال التعرض للشمس؟ كاين مخاطر على المدى القصير، مثلا ليكود سولي، حروق جلديه، كاين تفاقم بعض الامراض الجلديه، مثلا لاغوزاسي اللي معروفه عندنا في المغرب هي الورديه. هاي قبلت. تتكون حساسيه مفرطه على شكل عريقات في الجلد، ما تتبغيش الورديه الحراره. كاين امراض المناعه الذاتيه، مزيان نفكروا بها، لي مالادي اوتو ايمون. مثلا كاين مرض اللوبوس اللي معروف عندنا في المغرب، الذئبه، مرض الذئبه. حتى هو ما تيبغيش اشعه الشمس. وتنوصيو الناس باش ياخذوا الاحتياطات ديالهم ويديروا الواقي ديال الشمس. وكاين حساسيه الشمس. وطبعا كاين سرطان الجلد على المدى البعيد ولا المتوسط. تنوصيو الناس اللي عندهم البشره فاتحه، تنقولوا لو فوتوتيب 1 او 2، الان هو اللي عنده لي تاش دو روسور، و 2 لي زعرين، عينيهم خضرين وشعرهم اشقر. يعني هادو معرضين اكثر، عندهم احتمال الاصابه بسرطان الجلد. نعم. اكثر من اكثر، خاصهم يديروا الواقي الشمس مزيان. المدى المتوسط والبعيد كاينه الشيخوخه المبكره اللي مسموهاش حنا العيالات، تجاعيد، بقع داكنه. العيالات اللي عندهم الكلف ولا اللي تياخذوا اقراص منع الحمل،
كاين بعض الادويه اللي يا اما حنا الاطباء الجلد تنعطيوها مثلا دي زونتيبيوتيك اللي تنعالجوا بهم حب شباب ولا مثلا ادويه مضادات الاكتئاب. كاين بعض الادويه سميتهم لي فوتو سونسيبيليزون يعني تيجروا الشمس. حتى في مضادات الاكتئاب كاينين بعض الادويه. واو. بعض لي زونكسيوليتيك باش اذا هذا كان تذكير المخاطر ديال الشمس وكيفاش نتعرضوا لها باش نستافدوا من لا فيتامين دي. اجي دابا نشوفوا ما هو الجديد في المستحضرات وفي يعني المنتوجات اللي تسوقينا من الشمس. عندنا عندنا مشكل مع المستحضرات اللي كاينين ولاو بزاف ولينا تنحيروا شنو نديروا وكاينين ارقام وكاينين تسميات متعدده. فشنو هو الانجع والانسب للبشره ديال المراه المغربيه مثلا؟ خاص الكريم الواقي من الشمس يكون عنده معايير. اولا الاس بي اف، الاس بي اف كلشي العيالات ماشي غير العيالات، الرجال الاطفال كلشي خاصو يدير الواقي الشمس، كريم الواقي الشمس. الاس بي اف شنو المعنى ديالو؟ هي لو فاكتور دو بروتيكسيون سولير، لانديس دو بروتيكسيون. فاش نقولوا اس بي اف تنركزوا سورتو على لي زولترا فيولي بي، لي زولترا فيولي بي الاشعه فوق البنفسجيه نوع بي تتبقى سطحيه. ليكرون اللي تيكون مزيان خاصو يكون به فيه اس بي اف 50. هذه هي النصيحه رقم واحد، المعيار الاول. الاول اس بي اف 50 يجدد كل ساعتين باش يكون فعال، يدار واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه قبل الانسان ما يخرج للشمس باش تكون الفعاليه ديالو مزيانه. ويتحترم نوعيه البشره ديال كل واحد. ودابا كاين الخير موجود في السوق ولكن ما تنعرفوش شنو نختاروا. اجي تورينا يعني المعايير الاخرى باش نختاروا يعني ليكرون على حساب النوعيه ديال البشره ديالنا. نعم. بعد اول سؤال تيطرح لي شنو هو الستيل المناسب اننا نديروا ليكرون سولير؟ الجديد الابتكار الجديد اللي خرج هو ايكرون سولير، كريم واقي من الشمس من زيرو اج، زيرو موا للرضع. للرضع جميل بيبي، يعني تيحترم البشره ديالهم وكلشي. نعم. عندك واحد هنا سي ان ايكرون بيبي مينيرال بيبي. مينيرال بيبي حيت الاطفال الصغار ما خصهمش يديروا لي فيلتر كيميك، يعني ليكرون سولير يكون يكون ناتورال. نعم يكون فيزيائي ماشي كيميائي، يعني دي فيلتر مينيرو ماشي شويه اي بي. هذا خاصو يكون سي اكوز دي فيلتر مينيرو. داكور لي فيلتر اللي دونك حتى المينيرال يقدروا يديروا ليكرون سولير. هذا هو الجديد. هذا هو الجديد بيدياتريك. بيدياتريك اي بي بي من زيرو موا لي فيلتر جديد. جديد جميل. دونك يفو بونسي او زونفون. قبيله فاش هضرنا على اضرار الشمس ما لمحناش واحد النقطه جد مهمه، هما اطفال القمر. نعم. الكزيغوديرما بيغمونتوزوم هما وليدات تيتزادوا جينيتيكمون، الجينات ديالهم ما عندهمش واحد الانزيم اللي تيصلح الاي دي ان فاش يتعرض للشمس. دونك يفو بونسي هاد لي زونفون ديال اطفال القمر الشمس ليهم صعيبه بزاف، ما خاصهمش يتعرضوا لها نهائيا. ما خاصهمش نهائيا، داكشي علاش تيقراو بالليل. الفيلتر باش نسهلوا على الناس الامر، كاين اللي تيقول لك شنو الفرق ما بين فيلتر شيميك والمينيرال؟ المينيرال تيعكس اشعه الشمس والشيميك تيتابسوربا تيتمتص وتيتحول الى طاقه اشياء اخرى. نعم. الى اشياء اخرى ما بغيناهاش في غنى عليها. دونك خاصنا دائما نفضلوا لو مينيرال. لو مينيرال بور لي زونفون. بور لي زونفون. بور لي زونفون. الكبار عندهم كاين لو مينيرال. بور لي جون اللي هضرنا مثلا الورديه ولا الناس اتوبيك، اتوبيك هما اللي عندهم حساسيه في الوجه ديالهم، اكزيما ولا فاش يديروا ان ايكرون تيبدا عينيهم عينيهم تيسيلوا. دونك خديتو في عين الاعتبار حتى هذا الشيء. نعم. يعني كاين في الاسواق كاين ليكرون مينيرال. المينيرال مثلا هذا سي بور بيبي زيرو اج. لا سي تامين انتي اج. اون بو مونتري نقدروا نوريو نيت هذا ديال البيبي. دونك هاد لي مينيرو جداد قلوا من هاد ليفي بلون. ما بقاوش تري 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 بلون. هذيك اللي فيه مجير. كاين بوغ ادولت ديال الناس الكبار اللي اقل تجيورا. نضحكوا شويه. لا ولكن على الاقل بعدا تتعرف بان المنطقه هذه ولا هذه راه درت فيها ليكرون سولير. اكزاكتومون. لان حنا كانت قالتها الدكتوره ليلى بشرى الله يذكرها بالخير، قالت لك حنا المغربيات صديقه ديالي تنحييها الله يودي تنستقرموا على ليكرون سولير والمواد ديال لي دي بيغمونتون تنديروا بزاف الوغ العكس اللي خاصو يكون. هذا ايضا من المعايير، خاص كميه تكون كافيه نورمالمون دو دو دوا
دو دوا تيداروا في الوجه. دونك نديروا بحال لي اكزاكتلي لافاش. اي لو لو واتر كاين واحد ليكرون ا باز دو مكون من الماء وي بيك با لي زيو، يعني واخا تنطلعوا شويه في حد عند الجفون ما تيبقاوش عينينا تيدمعوا. دونك تكلمي لنا على المنتوجات الجديده، بنت لي واحد لابغوس. وي لابغوس هذه لاقيه اقبال. سيت بغوس سان براش مينيرال يعني فيها لي فيلتر مينيرو نون كوميدوجين، ما تديرش الدهون في الوجه الناس اللي عندهم بشره دهنيه. تنحيدوا البلاستيك ابخي تنديروا دائري دائري بحال هكا ولا بودغ تتنزل. دونك العيالات اللي تيكونوا داروا ليكرون في الدار مثلا في الطوموبيل سايقين ما بغاوش يعاودوا يديروا ليكرون تيديروا تيبقى في الصاك و تيجدوا ليكرون ديالهم. نقدروا نديروا فوق الماكياج؟ هو تيدار فوق الماكياج. عجيب عجيب، هذه جديده، هذه جديده، هذه فريمون جديده. الماكياج قولي شنو الجديد عاوتاني؟ الجديد الترونسبارون، سبري ترونسبارون. هذا كان جو بونس لا كان، مي كاين البيدياتريك ديالو ديال الدراري الصغار وخلصي درته في الماء. يعني الوليدات فاش يكونوا تيعوموا في لابيسين ولا في البحر ما يحتاجش الام تخرجهم ولا الاب يخرجهم، يعني تيديروها فوق كتفاتهم في جل تيكون فازك. واخا احترمتوا السن ديال الوليدات اللي تزادوا، وبالنسبه للناس الكبار؟ الناس الكبار لاج لاج كاين واحد ليكرون فيه لاسيد هيالورونيك، كلشي تيعرف الدور ديال الحمض هيالورونيك في ترطيب البشره، فيه الكورونزيم كوديس وفيه الكولاجين، يعني تيرطب الجلد. تحمي راسك من الشمس وفي نفس الوقت تتعتني بالبشره نعم. ديالك. وكاين واحد ليكرون اللي جد مهم اللي فيه انزيمات تتصلح الا دي ان، يعني الناس اللي عندهم واحد لا مالادي سميتها لا كيغاتوز اكتينيك اللي خالات تيكون فيهم قشور وتيحمروا. تنوصي الناس بزاف انهم ما يتعرضوش للشمس اذا كان عندهم لا كيغاتوز اكتينيك ويديروا الوقت الشمس المناسب للبشره ديالهم. كيف ما قلت كاين في السوق ما شاء الله انواع عديده، خاصنا نعرفوا شنو هو النوع الانسب للبشره ديالنا، وكيف ما شفتوا لكل بشره نوع موجود تحترم كل معايير ديال الصحه. وغادي نختم انايا الا سمحتي دكتوره بهذا لو برودوي توا سان ليكرون سولير اللي تحترم البيئه. تحترم البيئه ديديكاس دكتور فؤاد الزهراني. تبارك الله عليك. شكرا, شكرا لك دكتوره، شكرا لتعريفك لنا بكل هذه المنتجات الجديده اللي تحترم صحه الانسان. بقاو معنا مشاهدينا، غنمروا لحظه لفقره وصفات تقليديه وهدى جنان. صباح الخير سميرة، صباح الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات. في الحلقة ديال اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نعمروا الدجاج اللي غادي نعمروه بالقزبر والمدنوس، واحد الشرميلة اللي هي غزالة بزاف خفيفة بالنسبة لهذا الفصل ديال الصيف. دونك هنايا عندنا جبانة اللي درت فيها كما كتشوفوا القزبر والمدنوس مقطع رقيق، غادي نزيد معاه شوية ديال الزيتون كذلك مقطع رقيق بحال هكا، الزيتون الأبيض بحال زليفة ديال الزيتون. غادي ندير معاه شويه ديال الحامض مصير، كيجي غزال بنين وكما قلت لكم خفيف بالنسبه لهذا الفصل ديال الصيف اللي كنبغيو الماكله اللي ما تكونش ثقيله بزاف. غادي ندير معاه شويه ديال الثومه، قياس واحد 3 ديال الدريسات بحال هكا مفرومين، شويه ديال الملحه. ما نساوش بان عندنا هنا الحامض والزيتون راهما مالحين دونك ما نكثروش الملحه بزاف. هاد الدجاج هذا كما قلت لكم غادي نبخروه، دونك هنايا غادي نزيد شويه ديال سكينجبير، ندير معاه الخربقوم البلدي، فلفله حمراء، ندير معها شويه ديال الفلفله السودانيه مقطعه، هذه حسب الذوق بالنسبه للناس اللي كيبغيو شويه ديال الحار باش يجي المذاق زوين يديروها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. دونك غنديروا شي شويه بحال هكذا، وغادي نزيد معاهم شويه ديال الكمون وشويه ديال الحامض، صافي. غادي نخلط هاد التشرميله هادي وهي اللي غادي نعمر بها الدجاجه كما قلت لكم باش غادي تجي مبخره، ومن بعد غنصطحبوها مع الخضر اللي هي غادي تكون كلها مسلوقه اولا مبخره، وغادي ندوزوها مع شويه ديال الملحه والمعدنوس والزبيده كيجيو زوينين اولا مع زيت العود. دونك هذه هي التشرميله ديالنا كما قلت لكم. هنايا شنو غادي ندير عليها؟ ديك القنصات والكبده اللي كتكون ديال الدجاج حتى هي غنزيدها عليها، كتجي غزاله معاهم. باقي لي هنا شويه، فوالا
وغادي نخلطهم على هذا الشكل هذا باش كيما قلت لكم غادي نعمر الدجاجه اللي حنا غادي نديروها تبخر. بالنسبه للطياب ديال هذه الاكله هذه اولا ديال الدجاج مبخر، بالنسبه للناس اللي ما غايبغيوش يبخروها على الكسكاس والبرمه غيمكن لكم ديروا الطنجره فيها شويه ديال الماء وتحطوها فيها بحال كتبخر طيب على المهل هيب شويه عليها، اولا تدخلوها في الفران طيبوها اون بابيوت حتى هي كتجي مزيانه. دونك هنايا غادي ناخذ واحد الجبانه كبيره باش غادي نقدروا نعمروا هاد الدجاجه هادي، غادي نديروا بحال هكذا نعمروها حتى كلشي حدايا فوالا، ونجيو بحال هكا كما قلت لكم نعمروها على هاد الشكل هذا، كتجي كما قلت لكم رائعه جدا، سهله في التحضير وخفيفه. دونك انا هذا القياس اللي درت يمكن لكم ديروه على جوج حتى ثلاثه ديال الدجاجات، لان طيب لكم ثانيه واحد ثلاثه ديال الدجاجات وجدتهم من قبل، دونك هنا يمكن لكم ديروا بهم قياس كثير. دونك من بعد غادي تشدوهم غير على هذه الطريقه بحال هكذا فوالا، نخليو كما قلت لكم هذه العماره بالنسبه للناس اللي عندهم الدجاج اكثر، وغادي نوريكم كيفاش غادي نديروا له التشرميله من الفوق. دونك ها هي دي صافي وجدات، غادي ناخذ واحد الطنجره اخرى صغيره واللي غادي ندير فيها نفس العناصر، عندنا هنايا شويه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نديروا العناصر كلها الحامض اللي بقى، نديروا شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الخرقوم، سكينجبير، الملحه والثومه، هادو هما اللي غادي نشرملو بهم الدجاجه من الخارج، ما نديرش فيها الكمون من الخارج، مليحه وشويه ديال الثومه على هذا الشكل هذا. دونك غادي نشرمل هادي خلطها على هذا الشكل كما قلت لكم، وغادي نديرها فوق ديال الدجاجه باش كتجي غزاله، غندير لها بحال هكذا تشرميلها من الفوق. صافي، وغادي نحطوها في الكسكاس باش غادي نبخروها. الوغ مني تبخر وتجبدوها ديك الساعه غادي تاخذوا شويه ديال الزبده مع شويه ديال الزعفران الحر، وغادي دهنوا بهم هاد الدجاجه هادي ودخلوها في الفران باش كتحمر كتجي ممتازه كما قلت لكم. غادي نهز هادي الدجاجه بحال هكذا ونحطها تبخر على خاطرها فوالا حتى طيب. دونك غادي نوريكم بعد قليل الطريقه ديال التقديم. كما كتشوفوا الطبق ديالنا هذا وجد، الدجاج كما قلت لكم ملي كيتبخر كنحمروه في الفران بشويه ديال الزبده والزعفران الحر، اصطحبناه بالخضر اللي كتبغيو، حنا درنا شويه ديال الشامبينيون، بطاطا كذلك شرملناها بحال الشرميله ديال الدجاج ودخلتها سلقتها ولا طيبتها مع الشرميله وحمرتها في الفران، عندنا هنا شويه ديال اللوبيا سوتي الخيزو سوتي وشويه ديال الفلفله كذلك مع القوام ديالها حتى هي كتجي مشحره كتجي غزاله، ديروا معها شويه ديال الحامض. كنتمنى ان هذا الطبق هذا يكون عجبكم وتاكلوا بصحه والعافيه. الاثار السلبيه للغش في الامتحانات، لان هناك اثار سلبيه على المدى المتوسط والبعيد وكاين اثار سلبيه انيه، دونك بغينا نتعرفوا على الاثار السلبيه ونوعيوا الله يهديهم بعض الطلبه ونوعيوا الاباء ديالهم لان للاسف ولينا تلقاو الاباء ولاو تيجروا وليدهم تشجعوهم على وسائل الغش. غير في هذه القضيه هذه يعني نقولوا هذه واحد 30 سنه مي كنتك او هذه 20 سنه مي كنا كنتكلموا على الغش في المدارس، يعني مي كنا حنا مازالين كنقراو في الابتدائي ايتو كنتي كتحس انها شي حاجه اللي خايبه بزاف قبيحه بزاف. حتى الدكتور معتوق قالها قال كنت تكون اون اكسيبسيون في لا كلاس تخيل وكنتي الوالدين الا ساقوا لك القبر غشيتي اش منك يا عصا واش منك يا انا ضد العصا ولكن تنهضر على هذه 30 20 عام دوزنا حنايا طبعا. دونك كتكون العصا وكيكون الغوات وكتكون واحد وكيهينوك لانك غشيتي واكترفتي واحد الفعل قبيح هو فعل قبيح فعلا. لا انا نتكلموا كيفاش الدماغ ديالنا استساغ فعل الغش وكيفاش التبعات ديال هادشي في حياتنا اليوميه، في حياتك وانت يا مازال كتقرا وحياتك من تقلب على الخدمه ولا دير مشروع ديالك وفي حياتك من تزوج وفي حياتك من تولي عندك علاقات في حياتك كامله هادشي تيتاثر طبعا طبعا. شوف راه داك اللي كنزرعوه كنحصدوه
راه في كل شيء. كما كتستسغوا انا نرجع غير بعد هذا الظاهره كيفاش تولينا حنا كنستسغوها وكتجينا عاديه، وبالعكس ولاو الوالدين هما اللي كيعاونوا ولادهم باش يوجدوا الغش، ولاو كيشريوا ماتيريال متخصص للغش، ولاو كيقلبوا عليه، ولاو الاساتذه ظريفين عاونوكم، ولا الاساتذه قباحين ما خلاوكمش تغشوا. تخيل مع راسك. دونك شوف كيفاش شي حاجه اللي ضد الاخلاق ولات واحد الخلق اللي حنايا متعودين عليه. فنشرح لك علميا، الدماغ ديالنا فيه واحد الغده سميتها لاميدال. هذه الغده كتعلق بالمشاعر، مثلا مين كندير شي حاجه خايبه داك الغده كتطلق لك واحد الهرمون اللي بتبدا تقول لا هذه خايبه ما خصنيش نديرها. كذبتي مثلا، كذبتي فتيجيك واحد الاحساس ديال الندم. اشنو كيوقع ملي كتبقى كتعود على الكذوب؟ الكذبه الصغيره الاولى كتضرك. الراعي والذئب. عقلت عليك، عقلت على القصه. فو با كيولو ما ندير لك حد بنسي صح. كتولي المره الاولى المره الثانيه شنو كتولي كدير لك داك الغده؟ كتولي كتعطيك واحد المشاعر باش انك تعطيك واحد الهرمون باش كتحول المشاعر ديال الرفض لمشاعر لاكسبتاسيون القبول. الادهى من ذلك هي انك تبدا بكذبات صغيورين، بغيش اللي كتسميه انت صغير الوغ كو الغيش في الدراسه راه ماشي صغير راه كارثي، ونشرح لك علاش. فانت كتولي كتستسيغ شي اشياء اللي تتحول لك حياتك من العاديه ولا من الجنه الى الجحيم. كتولي كتستسيغ الخيانه كتولي عادي، كتولي السرقه عادي، كتولي مادام ان عندك فيها مصلحه الدماغ ديالك تيتقبلها. وهذا هو انحلال المجتمع، تيبدا بحال هكا. وحنا تنلاحظوها كنقولوا كيفاش ولينا وبدينا بشي اشياء بسيطه جدا حتى كنوصلوا. فشحال من واحد بالنسبه ليه الغش في الدراسه راه ماشي شي غش. قالها لنا الاستاذ، هو بصفته استاذ جامعي قال لك راه تتحصل شي واحد كيقول لك من بعد تيخرج فيك عينيه بحال ولا حق من حقوق الطلبه. وتخيل ان شي حاجه لا اخلاقيه ولات حق. وقس على ذلك انا نشرح نعطيكم واحد الامثله اللي كنعيشوها كاملين. تخيل سيد جبتيه يصلح لك شي حاجه لا بلومبغي في الدار، غشتك فيه حاجه كتسوى 5 درهم بعالك ب 500 درهم، يعجبك الحال؟ لا ما يعجبكش الحال. مشيتي عند الطبيب عند المحامي عند الميكانيسيان عند وغشك في شي حاجه، يعجبك الحال؟ لا. كون متيقن بديتي بالغش في الدراسه حياتك كامله غدوز غش، وتبقى تخلص على داك الغش اللي كديرو. انت كتعتبرو انه مجرد امتحان. لا سيدي، لان نفرضوا انك انت غشيتي وحصلتي مثلا على معدل ديال 14 وانت تستحق 12، هذيك 14 واش ما كتاخذش بها بلاصه ديال واحد اخر اللي كان يستحقها؟ اذا شوف الامباكت. في حين اننا شنو خاصنا نربي وليداتنا؟ المجهود ديالك وتفتخر بالمجهود ديالك ولو كان متوسط، ولو يكون المهم دير واحد المجهود وتشوف النتيجه اللي كتحصل عليها وتصحح ما جبتش مزيان هنا، واش عندي واحد الضعف هنا كيفاش. اما مين تنختار لك لا فاسيليتي او السهوله، انت عند بالك راها سهوله في حين انها سهوله مسمومه. فحال شي واحد كنعطيه مخدرات وكنقول له هو ارتاح راه واخا. لالا منى صباحي مثلا شنو العلاقه ديال الغش بالحياه الزوجيه والاسريه؟ طبعا شوف هي طاقه. شمن طاقه كتعطي مين كتغش؟ كتاخذ شي حاجه اللي ماشي ديالك. كون متيقنها تبقى تاخذ لك حاجتك تتوقف داك لو بروسيسوس ديال الغش. مي كنلقاو الخيانه في العلاقه الزوجيه وشي حاجه كتستصغها ما كتقبلهاش ابدا. راجع راسك فاش كتغش هاد الغشيشات البسيط اللي انت بالنسبه لك بسيطين راه ماشي بسيطين. راه واحد شوف فحال شي سوبر مارشي كتقدى منه كدوز كتخلص. فحال هكاك الحياه، اشنو كتعطي اشنو كتاخذ. خاصنا نعرفوا شنو كنديروا. شنو كنديروا هذه من حاجه. في العمل انت غشيتي وحصلتي على 14 المعدل ودخلتي للجامعه وبقيتي غش من هنا غش من هنا غش من هنا، كتوصل لونتروتيان دومبوش. وانا تنحضر بزاف لي زونتروتيان دومبوش. كتحضر لونتروتيان جايب 15 المعدل، كتهضر معاه والو كاين وما اكثرهم وي. للاسف تتقول كيفاش هذا دار ميموار؟ حيت حتى الميموار راه غش فيه، جاب شي حد خلصو صوبو ليه جا. كتقول ليه ما قادرش يقول جمله مقاده وتيبان لك الميموار قد هكا، غش ولا ماشي غش. واحد الوقت كتوقف. وهنايا كنتفكر واحد القانون كانت كيتكلم عليه ستيفن كوفي كيتسمى قانون المزرعه. شنو هو قانون المزرعه؟ كيقول لك واحد الفلاح عنده الارض باغي مثلا يزرع يحصد زرع القمح. واش ممكن كيقول لك تخيل مع راسك واش ممكن هذا الفلاح هيبقى صابر حتى واحد مثلا جوج سيمانات قبل من موسم الحصاد ويزرع مضوبل ويسقي الماء ويحاول يتسطع على داك الارض ويجيب لها واحد الشتله تمشي على الارض ويقول يا ربي يا ربي يا ربي يطلع لي القمح؟ ما يمكنش ما يمكنش. زعما كاريكاتور ما كتجيكش. ولا دير شي قمح مغشوشه في الارض مغشوشه ميكا لا، ولا تخرج هذيك الميكا تقول المهم انا عندي لا ريكولت راه كاينه ما كتجيكش. في حين ان هادشي اللي كنديرو في حياتنا كتبقى كتلعب العام كامل، ملي كتبدل لي ليله الامتحان كدير لي نوي بلونش وغش من هنا وجد وريقه من هنا وخلاص كما قلت لك ولا ماتيريال ديال 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 الغش. او عرفتي شنو غنحاول كتخلص كتخلص حتى الا دزتي من داك الامتحان كتوصل لونتروتيان كتخلص. كتولي كتحس ان الناس كيغشوك في حياتك وانت ما ملاحظش. كتقول
كما قلت لك البلومبيه جيبو غيغشك. علاش؟ حيت انت يستحقيتيه. كتولي تمشي للخدمه واحد اخر لان عنده تدخل ولا حتى هو غش بواحد الطريقه كياخذ لك داك البلاصه اللي نورمالمون في داك اللحظه تستحقها. فما استهنوش بهذه القضيه. عرفتي انا والله العظيم ولا قلبي تيضرني من تنسمع امهات واباء تيشجعوا تيقولوا شوف ولدي واحد راسك واش صوبتي وريقاتك. كنقول ويلي صفر الله العظيم ابارامون دي كيت دي زوغيات ما تيبانوش. شوف عرفتي داك الشيء خطير جدا. ونذكر بان كاين عقوبه حبسيه وعقوبه غراميه او الاثنين معا في القانون المغربي لا القول الغش في الامتحانات. نقول لك اكثر من ذلك ما تحصلتيش اسيدي ونجحتي وجبتي 17 في المعدل بالغش والله حتى تخلصي عليها اكيد. لا قلت لك ولا كتفقدني شي حاجه لان حنا والدينا كانوا كيغوتوا علينا وما تنقلش وما تنقلش جلس وتكونسونطرا على الورقه ديالك وقل بسم الله وتوكل على الله وخدم خدم شويه الزبيب وشويه ديال التمر وخدم غذا في امان الله. حنا ولينا لا كان شوف وتعاونوا بيناتكم لقينا لها مصطلحات راه ما سميتهاش تعاون سميتها غش سالينا سميتها جريمه. تعاونوا الاساتذه واش تعاونوا معكم واش سمحوا لكم بالغش لا واش تعاونوا معكم لا راه هادشي غير تحريف المصطلحات وكون متيقنا والله حتى كنقسم عليها كتغش كتغش. واضح شكرا لك منى الصباحي. بقاو معنا مشاهدينا غادي ندوز اللحظه عند سعد هاشمي فقره الطب الموازي. صباح الخير سميره صباح الخير مشاهدين. الوغ في هذه الحلقه غادي نحاولوا نديروا يعني التتمه ديال الحلقه اللي فاتت اللي هضرنا على لو غيناج فريمون دون فاسون ميديكال. الوغ الحلقه اللي فاتت عطيتكم شنو هي النقطه الاساسيه اللي خصنا نتعلموها قبل ما نديروا لي زيكزيرسيس اللي هي لا ريسبيراسيون ديافراغماتيك. في هذه الحلقه غادي ناسوسيو لا ريسبيراسيون ديافراغماتيك مع لي زيكزيرسيس دون لو بوت اننا نخدموا لا سونغل ابدومينال دورسال ابدومينو دورسال يعني اننا نقويو العضلات ديال اسفل الظهر بالنسبه للناس اللي عندهم بشكل طار وبالنسبه للناس كاملين ميم لي سبورتيف او نيفو خصهم يخدموا العضلات ديال اسفل الظهر. الوغ لو غيناج اللي هو كنخدموا به كما شرت ديك المره لو موسكل ترانسفيرس اللي هو واحد يعني العضله اللي كتعطينا ان غيناج يعني كتدي لنا بحال اون سانتور على الظهر ودايره على لو ترون كامل. الوغ هذه العضله هذه خصنا نقويوها لان هي كتعطينا واحد الاستقرار في العمود الفقري وفي العضلات ديال اسفل الظهر. الوغ لي زيكزيرسيس ساهلين لا بالنسبه للناس اللي يعني ماشي دي سبورتيف او نيفو ولا حتى بالنسبه للناس اللي ما كيديروش لو سبور ولا حتى بالنسبه للناس اللي مرض. بيان سور الناس اللي مرض اللي عندهم مشكل ديال الظهر خصهم يستشروا مع الاخصائي اللي متبعهم ولكن هذه حركات اللي كتبقى كيف ما قلت صريحه للناس كاملين. اول حاجه غنعاود نذكر بلا ريسبيراسيون ديافراغماتيك. الوغ انا الا شفتوني في هاد لا بوزيسيون اللي جالسه باش نحافظ على الظهر ديالي الوغ كيف ما كنشرح ديما ان القاعده الاساسيه ان الظهر خصو يبقى مستقيم اي حركه نقوم بها. الو غادي نعاود نذكر كيف ما قلت بلا ريسبيراسيون ديافراغماتيك اللي قلت الاساسي ديالها اللي هو لو موسكل ديافراغم اللي هو اللي كيعطينا لا بريسيون في الكرش ديالنا. الو غادي نعاودو نتفكروا كيفاش خصنا نديروا ليها مدام ميام. ندخلوا النفس من الانف ديالنا ونفخوا الكرش ديالنا ونخرجوا النفس من الفم ديالنا ونحاولوا اننا ندخلوا كرشنا مزيان اون كروز بيان لو فونتر او في الاخر ديال الانسبيراسيون كنديروا اون انسبيراسيون لي سكون طويل يعني كنخويو مزيان وندخلوا كرشنا مزيان ونحاولوا بحال اننا كنهزوا لي فيستير كنهزوا لو موسكل ديافراغم عند لي كوت فوالا وكنديروا اون ابني يعني كنحبسوا لا ريسبيراسيون واحد 5 سكوند. هادشي باش ندربوا في الاول على لا ريسبيراسيون. غنعاود نذكر بان الاساسي في هاد لو غيناج هو اننا خصنا ندخلوا الكرش ديالنا ونزيروها مزيان ونلصقوا داك لو نومبغي ديالنا يعني السره ديالنا بحال غنلصقوها مع الظهر ديالنا. هذا هو الاساسي في هاد لو غيناج هذا باش ديك لا بريسيون كندفعوها للفوق ما كتهبطليناش على لو بيرينيو ما كتهبطليناش على لي فيرتيبر ديال لو با دو تو. الوغ دابا غنبداو الحركه الاولى اللي غنخدموا فيها كما قلت لو ترانسفيرس او لي بارافيرتيبرو او العضلات ديال اسفل الظهر. الوغ غادي نديرو لا ريسبيراسيون ديافراغماتيك فوالا من بعد اون اكسبيراسيون لونت نزيرو كرشنا نهزوها للفوق فوالا ندخلو مزيان لو نومبغي ديالنا نديرو اون ابني يعني نحبسو لا ريسبيراسيون واحد 5 سكوند في الاول وفي هذيك 5 سكوند غادي نحاولو اننا فوالا. الوغ حاجه اساسيه هي اننا فاش نديرو ليكزيرسيس ما خش الكرش ديالنا تنفخ بحال اللي دارت دابا وي ام فالكرش تنفخات ملي كتنفخ الكرش صافي ديك لا بريسيون هبطات لتحت. لا الفو غاردي لا ريسبيراسيون الفوق الفو غاردي لو فونتر كرو داخل مزيان مزير داكوغ. الوغ غادي نعاودو لو ندوزو لو بروميي اكزيرسيس وي ام غنعاودو لا ريسبيراسيون ميرسي فوالا اون اكسبيرمون ندخلو كرشنا مزيان في هذيك ندخلو غادي نحاولو نقومو بالاكزيرسيس الاول هاد اليد مثلا وهاد الرجل. الوغ غنديرو يعني واحد لا بريسيون
كونتراري، يعني الرجل كدفع هكا وليد كدفع هكا، مي بيان سور يبقى في بلاصتو. هنا فاش بيان سور كنديروا هذه الحركه مع لا ريسبيراسيون، فهنا كنخدموا العضلات اللي حنا بغينا نخدموا، اللي قلت كما قلت ديال اسفل الظهر و لو ترانسفيرس. فوالا فوالا اي اون غلاش. هادشي في لو طون دابني واحد خمسة دي سكوند او ديبي، منين نولفوا هاد لا ريسبيراسيون وهاد لابني نبداو نديروا واحد دي سكوند حتى ل 15 سكوند. الرجل الاخرى نعاودوا نفس الشيء بالنسبه للرجل الاخرى، اون فا الترني مره هاد الرجل مره هاد الرجل، وما بين جوج حتى لثلاثه الحركات نحاولوا اننا نتنفسوا عادي باش بيان سور ناخذوا النفس ديالنا ونرتاحوا. نعاودوا نوتر فوا وي ام فوالا، اون اكسبير اون اكسبير اون اكسبير، نزيرو نزيرو كرشنا او ميم طون في لابني فوالا كندفعوا فوالا. لو دوزيام اكزيرسيس اللي هو ام تي بو سيميلير، غير هو كنخدموا فيه لي زوبليك، يعني كنخدموا خصوصا هاد العضلات اللي كيكونوا في الجنب ديالنا وفي الجنب ديال العمود الفقري ديالنا. الوغ لا ريسبيراسيون ديالنا اللي هي كيف ما قلت الاساسيه، فوالا نفخو كرشنا اون اكسبير اون اكسبير اون اكسبير، نزيرو كرشنا مزيان وكنديروا اليد مع هاد الرجل هادي فوالا. لا ميم شوز، اون بريسيون من هنا اون بريسيون كونتر من هنايا، اي اون غلاش كما قلت 10-15 سكوند اونتر دو 3 اكزيرسيس، خصنا نرتاحوا. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى وي ام. الوغ كل مره غنديروا بحال دابا واحد 10 د المرات الا قدرنا بيان سور، غاشي ولفنا كنديروا لي زيكزيرسيس خمسه هنا وخمسه هنا اون لاين تيغ، مره هذا الرجل مره هذا الرجل. نعاودوا نديروا هذا الرجل باش نعاودوا نبينوا ليكزيرسيس وي ام فوالا، اون كروز اي كندفعوا فوالا. الوغ هادو دي زيكزيرسيس اللي يمكن لنا نعاودو نديرو نفس ليكزيرسيس في لو طون دابني، نهزو لي دو ونديرو، يعني ملي نديرو وحده بوحده نحاولو نديرو لي دو وندفعو باليدين بجوج في نفس يعني لو طون دابني ديال ريسبيراسيون. غندوزو ان اوتر اكزيرسيس اللي كنخدمو فيه تاهو العضلات ديال اسفل الظهر، اللي غنخدمو ا كاتر بات سيل تو بلي وي ام فوالا. ندورو غادي نوقفو ا كاتر بات. الوغ الطريقه اللي درت بها وي ام هي ايضا اساسيه بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل الظهر، ما خصناش نجيو نوضو، ديما ندورو على جنبنا وعاد نبدلو لا بوزيسيون ديالنا فوالا. الوغ هادي تاهي واحد ليكزيرسيس اللي هو اساس، اللي هو كنخدموه اكيد مع الناس اللي عندهم مشكل في اسفل الظهر. الوغ غنديرو لا ريسبيراسيون ديالنا بنفس الطريقه، اسمح لي وي ام، لا ريسبيراسيون ديالنا. الوغ راسك هكا، خص الدو ديالنا يكون مقاد، نحاولوا ان العمود الفقري ديالنا يكون مقاد. الوغ لا ريسبيراسيون ديالنا غندخلو النفس بيان سور ونفخو كرشنا فوالا، او ونخرجوا النفس من فمنا ونزيروا كرشنا مزيان وندفعوا لي فيسير ديالنا فيغ لي كوت فوالا. ديجا حنا فاش كنكونوا في هاد لا بوزيسيون كنديروا اون بون ريسبيراسيون ديافراغماتيك، راه حنا كنخدموا لو ترونسفير، لان زايده عليه يعني لا بيزونتور، ديجا لا فورس ديال ولا بريسيون ديال بيزونتور كتخلي ان لو موسكل كيخدم بواحد الطريقه اللي هي مزيانه بزاف. نقدروا نزيدوا نصعبوا شويه ليكزيرسيس، بيان سور نكونوا ديجا تعلمنا لا ريسبيراسيون ديافراغماتيك في هاد لا بوزيسيون هادي، ونردوا البال ان الظهر ديالنا ما خصناش يتقوس. دوزيام اكزيرسيس اللي هو اساسي، غنحاولوا اننا نديروا لا ريسبيراسيون ديالنا وي ام فوالا، توجور ندخلوا النفس ونفخوا كرشنا ونخرجوا اون اكسبيراسيون لونت، نزيروا كرشنا مزيان وندخلوا ونطلعوا لي فيزاغ عند لي كوت، ونحاولوا اننا نهزوا هاد اليد مثلا ونهزوا هاد الرجل فوالا. فهاديك لو طون دابني ديال كيما قلت 5 10 حتى ل 15 سكوند اللي قدرنا نتحملوه وحنا مزيرين كرشنا، ومن بعد نرخيو. الو شكرا وي ام، ميرسي بوكو. هادو كيبقاو حركات اللي اساسيين بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال اسفل الظهر، وكنزيد ناكد باننا خصنا نتعلموا نديروا مزيان لا ريسبيراسيون ديال فراغماتيك، لان في داك لو طون اللي حنا كنكسبير وكنزيرو كرشنا تما فين كنخدموا العضله اللي حنا بغينا نخدموها اللي هو لو ترونسفيرس. الو كنتمنى انكم تبداو ديروا هاد ليكزيرسيس دو حتى ل 3 فوا باغ سومين ونشوفوا النتيجه ان شاء الله، والى حلقه مقبله. كنت قلت لكم غادي يجي عندنا ناصر ميغري نهار ثلاث وما صدقش نهار ثلاث، ولكن صدق اليوم قلنا غادي يجي نهار الخميس واخيرا جا. ليلى شوي صباح النور. صباح الورد سميره، صباح الخير لكم مشاهدينا. اذا علاش ما جاش نهار ثلاث وجا نهار الخميس؟ لان اليوم وحصريا جانا بالفيديو كليب ديالو، يلا دابا انا يلا شفته حنا الاولين عليه، اول مره غادي نشوف الفيديو كليب ديالو. ناصر ميغري مرحبا بك معنا، دائما عودتينا بالاعمال الزوينه واللي كتشتغل عليها بدقه وباحترافيه وبجوده عاليه، فحنا دائما متبعينك وفخورين اننا نقدموا الاعمال ديالك للجمهور اللي كيتابع صباحيات. ميرسي بوكو، الله يكبر بك. انا فرحان اللي جيت عندكم اليوم، نهار كبير هذا صراحه، يعني كل ما كنجي عندكم الصدى كيكون عندي جميل مع الجمهور المغربي. الحمد لله، يعني عندكم واحد الجمهور راقي وكيتذوق الحياه الجميله والثقافه الجميله. الحمد لله. وشكرا لك ميغري على الحضور ديالك وعلى انك داير فينا هذه الثقه ديال ان ما تنزل حتى شي عمل حتى تجيبوا لينا، فشكرا لك كذلك. مرحبا. العمل جديد، قالوا لي نساها، هو عمل كيرجعنا لسنوات ياك
الذاكرة المغربية والميغرية للمدرسة الميغرية، فقربنا أكثر من هذا العمل، كيفاش حتى بغيتي تحييه بالطريقة ديالك بالطابع ديالك بالستيل ديالك؟ قالوا لي نساها أولا أغنية عندها 50 سنة الآن، أغنية ديال الإخوان الميغري حسن ومحمود، فكان اللي لحنها هو الأب ديالي المرحوم الأستاذ الموسيقار حسن الميغري، فكان لحنها في السفر ديالو في الهند باش كان دار لو غون بيريبل ديالو. هاد الأغنية اللي عشت مع المدرسة الميغرية سنوات، تغنات في الحفلات ديالهم في الأولمبيا، إلا إيتي أونغوجيستخي أباغي أفيك لا ميزون فيليبس في 71 في لو ستوديو دي دام، تغنات في بزاف المهرجانات عالمية وفي المغرب، وغنيتها في آخر سهرة أنا والأب ديالي الله يرحمه 2012 موازين. دونك عاوتاني مشات معايا في لاكارير ديالي في الالبوم الساعه الدور، درت ليها واحد لا فيرسون اكابيلا غير بلي فوا، والان جي ديسيدي في هاد ال 50 عام ديالها اون 2021 باش تخرج بهاد الحله جديده. 50 عام واو، نصف قرن. والحله ديال الاغنيه يعني خرجات بواحد الطريقه جديده، يعني كنذوق حتى الجمهور كنقول له فوالا راه هي الطريق ديالي دوغينافون كيفاش تولي. فتعاملوا معايا بزاف ديال الناس باش نجحنا هذا البروجي، راه ما كنتش غير بوحدي بصراحه. الوغ من غير الفيديو كليب هي بقات في نفس التيار الميغري ولكن بطابع ناصر ميغري، فقل لنا هذا الاختلاف كيفاش شنو هو هذا الاختلاف هذا كيفاش بان؟ انا بان ليا ولكن بغيتك تقربنا انت منه اكثر. انا بصراحه هذه الاغنيه عندها واحد القصه غريبه، حيت انا كنت داير الالبوم ميغري مانيا. Je l'annonce, أنه je salit d'abord l'album Maigri Mania, fait 10 titres. Alors, باش وصلت لل 10e titre, بقيت حاير ما بين بزاف الأغاني، ماشي غير وحدة ولا جوج. وكانت الجيتارة ديالي كنت شي شهرين يمكن ما قصتهاش. وقلت جي ديسيدي ديك الليلة، قلت غادي نقص ما جيتار، غادي نعنقها، غادي نعزف بها، غادي حيت كنت غبرات عليا دو موا ولا مع 3 موا. بديت كنغني غنيت قالوا لي نساها. الوغ مي غنيت قالوا لي نساها، قلت مع راساتي جو في فيغ اون فيرسون جديده ديالها، بانوا لي دي شوز جداد. مشيت ديريكتومون لو ستوديو عندي في الدار دونك، وبديت كنصايب فيها لي زارونجمون، والطاقم ديالي غير سمعت ليه غير ديك لا ماكيت، يعني سيتي اون بيتيت ماكيت ديال لا ميزون، كلشي مشى معايا. جاي يو بوكو دو بارتنير معايا في لو كليب، سيتي لو بون مومون. وي حيت هذا الالهام تيجيك في واحد الوقيته. جي بروفيتي بحال اللي درت جات ومشات في لو ديبي دو لاني في جانفي، دونك حتى هي كانت غفلاتني هذه الاغنيه. كاين دي شونسون اللي ما كنكونش عوال عليهم، كنكونوا دايرين واحد المقرر دراسي راه شنو نتبعوا هذا هذا، ولكن واحد الوقيته كتجي شي حاجه واحد ويلفو اون بروفيتي. وسبحان الله في هذه الاغنيه فيها البركه. كانت معايا الملبسه ديالي الفنانه فاطمه الجراري، كانوا معايا لي غياد دو غابا، هما اللي عطاوني لي دو غياد اللي صورنا فيهم، لو غياد القلعه رياض زينه. جي اون غروند برودكسيون ديغيغ موا، سي ايماج فاكتوري، ديور بلديين ما شاء الله، داكشي زوين فغيمون، داكشي ديال زمان، يعني ما كنبقاو محافظين على نفس اكزاكتومون. دونك سيتي خالي الحيله اللي صايب تقريبا بزاف ديال الكليب ديالي في هذا، هو اللي جاتو هذه الفكره، قال لي اون فا فيغ اونتخ لا مودرنيتي والتقاليد. ولكن بقيتو على الاخوه. ايوا الحمد لله. الاخوة والتغيير. الاخوة الميغرية. حتى ناصر ميغري تبارك الله بدلتي اللوك ديالك. كما قالت سميرة ضعفيتي شوية، يعني هكا اشتغلتي على نفسك. سي فغي سي فغي، وهذا سا ما ايدي لا بيريود دو كونفينمون بصراحة. ياك. واش هذا اللي كاين دابا، كاينين الناس اللي استغلوا هذيك الفترة ايجابيا، وكاين اللي استغلها سلبيا. سي فغي، وجاتني هذه الفترة مورا دو كريز طراو لي في حياتي، دونك لا بروميير سيتي لا بيغ دو مون بيغ ان 2019 الله يرحمه. راكم شفتوني غبرت واحد شي شويه، جا في الوداع لوماج ديالو. من بعد عاوتاني جاتني اون اوتر كريز بيرسونيل، حتى هي جات مع هاد كورونا، مي شفت لو بون كوتي دي شوز. برافو عليك. شفت انه الا بقيت محبوس في المنزل ديالي سافي دير كو هنا من هنا جو دو فيغ كيك شوز من هذا المنزل هذا. J'ai fait beaucoup de choses, j'en suis arrivé à mon cinquième clip. تبارك الله عليك وعلى الحلم ديالك اللي غادي فيه ما شاء الله عليك. ناصر ميغري، غادي نخليو المشاهدين يكتشفوا معنا قالوا لي نساها فيديو كليب حصري على صباحية الدوزان. انا فكم بحيلة حيلة جعلتني صبار، وانا في حبي
تبارك الله عليك ناصر، اخر كلمه على هذا الفيديو كليب، هذا شنو كتمنى ليه؟ شنو بغيتيه يوصل ولا بغيتيه يوصل؟ بصراحه انا بغيته يوصل لسيدنا الله ينصره، بغيته يوصل ليه، كنهدي ليه هذا لو كليب. بصراحه يل ما سوتوني في لامور دو مون بير، وهذا رد بالجميل انه ندير واحد العمل مغربي كيشرف بالثقافه المغربيه وكيشرف بينا وكيشرف بالمدرسه المغربيه. سي ان نوماج اوسي للمدرسه المغربيه، وملي سيدنا سي اوسي ان فان ديال هذه المدرسه ونوزا سوبورتي دوبوي لونتون، هو والحسن الثاني الله يرحمه والشعب المغربي. فالمغرب ديالنا كيستاهل هذه الاغنيه وكنهديها للمغاربه كاملين. شكرا لك ميغري، وشكرا على الحضور ديالك، وكنتمنى ان شاء الله نلقاوك في اعمال اخرى جديده ان شاء الله، ان شاء الله في هذا الصيف هذا ان شاء الله اللي تنزل. شكرا. ونتمنى نلقاكم مشاهدينا ان شاء الله الاثنين المقبل وبدايه اسبوع جديده مع صباحيه دوزان، مواضيع وافكار وفقرات تتهم حياتنا اليوميه. الى اللقاء، وما تنساوش موعدكم على بيست اوف غدا. باي.